يا مساء الفل على حضراتكم، انتوا بتتفرجوا على حلقه جديده من برنامجكم نقنقه. النهارده هنعمل مع بعض بانكيك القرنبيط بالخضار، وبعد كده هنعمل كوكتيل الفراوله بالموز والرمان. طيب ايه المكونات اللي عندي النهارده؟ عندي شويه قرنبيط، عندي شويه جزر مبشور، شويه من الجبنه مبشوره، عندي دقيق، بصل اخضر، ثوم مفروم، بيضه، ملح وفلفل، وعندي شويه ميه عشان نظبط فيها الباتر او السائل بتاعنا في الاخر. عندي قرنبيط، عندي جزر مبشور، عندي جبنه مبشوره، عندي دقيق، عندي بصل اخضر، عندي بيض وثوم مفروم، وعندي في الاخر شويه ميه عشان اظبط بيها القوام بتاع السائل بتاعي، وطبعا عندي ملح وفلفل. طيب الحاجه تقريبا الوحيده اللي هنعملها ان احنا بس هنفرم القرنبيط ده شويه، هنصغره عن كده، فهناخده كده اهو، وبالسكينه بس هنبتدي نعدي عليه، نصغر كده الحجم بتاعه شويه. مش خالص، هو اصلا القرنبيط والبروكلي والحاجات دي يا دوبك اول ما بتعدي فيه الزهره نفسها هي بتبتدي تتفتت زي ما انتم شايفين كده بمنتهى السهوله، فمش هتحتاج مننا شغل كتير خالص. انا بس مجرد بعدي عليها كده، نجمعها كده وناخد واحده كمان، ودايما بشتغل عكس بعض وعكس بعض بالورب، يعني باخدها كده اهو، بعد كده بجمعها وناخدها من الناحيه الثانيه تقريبا بنفس الزاويه. خلصنا كده شوية القرنبيط دول، ننقلهم على البول ونكمل الشوية اللي فاضلين. زي ما شفتوا الموضوع ما بياخدش وقت خالص، ودي الحاجة الوحيدة تقريبا اللي احنا هنعملها، غير ان احنا بعد كده هنبتدي نخلط بس الحاجات على بعض. طيب زي ما قلنا بقى اهو، ناخد بقيه القرنبيط بتاعنا هننزله في البول، وبعد كده على طول بقى هننزل ببقيه ادي الجبنه بتاعتنا المبشوره اهي، انا بس اعتقد ان انا هنحتاج بولة اكبر كمان اهي، ننزل الخضار بتاعنا عشان بس الواحد يبقى بيقلب كده براحته خالص. على طول البصل الاخضر، الثوم المفروم، هضرب البيضة بتاعتي كده اهو يا دوبك، وهنزلها هنزل بشوية الدقيق اللي عندي، والأول هنزل بربع كوباية كده من المية، وبعد كده نشوف نص كوباية، أنا آسف. عظيم جدا، معلقتين بقى كبار كده، واقلب الخليط ده كله. خلاص احنا بقالنا كده شويه بنقلب لحد ما نوصل اهو للقوام اللي حضرتكم كده شايفينه، ده بالظبط اللي احنا بندور عليه. في الاخر هديها بس رشه كده من الملح ومن الفلفل الاسود، واخر تقليبه اهي، حلو قوي. عندي هنا طاستين، اي حاجه فلات، يعني انا عندي اتنين عشان عايز احاول اعمل كميه اكبر، لكن اي حاجه زي ما انتم شايفين كده تبقى فلات، هننزل بس فيها اهو بنقطه من الزيت، هنعمل كده هنا كمان، هنديله بس فرصته كده ثواني على ما يسخن. ممكن
نساعده كده برضو ايه نديها دهنه سريعه. انا هاخد تقريبا حوالي معلقه كبيره وهناخدها نحاول من اكتر حته مبلوله يعني من تحت كده اهو، وهجيبها وهتنزل كده. حتى بجمعها الاول وبعد كده بنضغطها كده كده الخليط اللي احنا عاملينه او الباتر ده هينزل ما بين الحاجات دي وهيمسكهم في بعض اهو. هديها كده بس دقيقة على ما ابتدي اشوف انا الحواف اللي عندي هنا ابتدت تاخد اللون الجولدن براون او البني شوية، اعرف ان انا على طول ان شاء الله اقدر اقلبها ونكمل. نيجي هنا نحاول بس نطلعها كلها على اهو، وهديها القلبة اهو زي ما انتم شايفين. واحدة ارفع شوية اهو. طيب احنا قلبنا كده مع بعض اتنين، خلوني اطلع فاصل في السريع نعمل دول وانزل شويه تنين، ارجع اوريكم هنقدمهم ازاي ونعمل مع بعض المشروب. ما تروحوش في حته. رجعنا لحضراتكم مره تانيه بعد الفاصل، ما طلعت شويه اهم وفاضل لنا بس هنطلع الشويه اللي فاضلين، احط بس طبق التقديم بتاعي اهو. والفكره طبعا يعني احنا مسمينه بانكيك، دي اسمها فريترز. الفريترز دي بتبقى نوع من زي ما نقول كده العجه او حاجه كده، وهي الفكره ان هي بتعمل يعني بان فرايد او متشوحه في الطاسه، وبيبقى دايما فيها بيض شويه من الدقيق كذا كذا كذا. فانا قلت بس نقربه لان هو بيبقى شبه عجينه البانكيك ومغذيه جدا لذيذه قوي ومختلفه. وانا هقدمها النهارده بساور كريم كالسايد بتاعها، وحاطين فيه بس كده ايه شويه شبت ظريف عشان المنظر. ادي كده شكل البانكيك بتاعنا اللي بيه القرنبيط والخضار. طيب ايه المشروب اللي عندي النهارده؟ عندي عصير الموز بالفراوله والرمان، وزي ما انتم شايفين عندي الثلاث انواع فواكه، فعندي رمان وفراوله وموز فريش، وبدل السكر اللي انا بعمل بيه السيمبل سيرب بقالي شويه كده بجرب بحطه على الفاكهه يدوب في ميتها الطبيعيه، وعندي هنا في الاخر شويه ميه وبس كده. فعلى طول هنزل الرمان وهسيب بس من الرمان في الاخر شويه عشان عايز استعملهم في الجارنش، فهاخد الشويه اللي فوق اللي انا عاملهم بالسكر اهو وهنزلهم في الخلاط. هسيب الشويه اهو للجارنش الموز كله، وبعد كده اخر حاجه هننزل الفراوله الفريش. انا هنا مش بدور على حاجه تخانه ورفع وكذا ولا قوام، انا في الاول هعمل عصير، فالميه خلاص المكون الاساسي بتاعي لان ما عنديش اي سائل تاني، فهي دي اللي هتربط لي كل ده. فانا حاطط هنا تقريبا هنحط اهو حوالي كوبايه ميه، وهنديها فرصة تتضرب مع بعض. لأن ده عصير ولأني مش هصفيه ولأن في كذا نوع فاكهة كتير، والموز مثلا الرمان الحاجات دي بتبقى محتاجة بس تتضرب شويتين ثلاثة، وعملناه بالبالسنج أو النبض اللي احنا متعودين عليه عشان نتأكد إن مفيش حاجة تبقى فاضلة سوليد في الخلاط. طيب نجيب الكاسات بتاعتنا، هقسم اهو شوية الرمان بتاعي اللي كان فاضل اهو، وزي ما احنا متعودين ظهر اي معلقة او اي حاجة عندي تبقى بس متعقمة كده ومتنظفة، وهندي ضغطة للرمان اطلع عصيره بس كده، وبعدها على طول هننزل بالميكس بتاعنا. زي الفل. يبقى فاضل لنا ايه؟ خلاص الشاليموهات بتاعتنا، يبقى عملنا عصير الموز بالفراوله والرمان، وعملناه مع بانكيك كده مختلف قوي بالارنبيط والخضار، وقدمناه مع الساور كريم. طيب
كده هنبقى وصلنا لاخر حلقتنا النهارده. ارجو ان الوصفات تكون كانت سهله سريعه جديده طرقعه مختلفه وعجبت حضراتكم. خشوا لي على السوشيال ميديا على سي بي سي سفره على فيسبوك على انستغرام، قولوا لي ايه رايكم في اللي بنعمله لحد دلوقتي ولسه عايزين نجرب ايه تاني مع بعض. اشوفكم الحلقه الجايه. السلام عليكم.